الايس كريم المفضل عندي. ايه ده؟ بيضة عيد الفصح؟ لكن جت منين؟ اول فيديو لينا في عيد الفصح هيكون لعشاء الفشار. نجيب فشار جاهز في اكياس. هنحتاج كمان ورق فوم ابيض واسود. نقص وش خروف اسود وسحابه بيضه، نلزقهم سوا، نضيف عيون مضحكه. هاي شبه الخروف شون. نلزقهم في كيس الفشار. اعمل خرفان كتير لكل اصحابك. حط الخرفان في السبت، شكلهم لطيف جدا. الاصدقاء حبوا سبت عيد الفصح جدا وعندهم استعداد ياكلوا كل حاجه فيه. فشار الاغنام طعمه لذيذ، مش قادره ابطل. لكن افتكر اننا لازم نرتاح شويه، ده احسن وقت. اخيرا ارنب عيد الفصح لسه عنده افكار كتير. بيعرف ازاي يعمل حفلة. نسيب التفكير في الأكل شوية ونبتدي نزين البيت. نجيب كيس مخدة أبيض، نتنيه ونحط جواه علبة بيتزا فاضية. دلوقتي نجيب أرنب كرتون وشوية دهان أكريليك وندهنه باللون الأصفر. نحط الناحية المدهونة فوق القماش. نشيل الأرنب الكرتون. واو، طبعة لطيفة بجد، كأنه أرنب منور على غطا مخدة. نعمل جنبه واحد باللون الوردي وبعدين واحد باللون الأصفر تاني ونكمل. نضيف ديول زينة للأرانب. ودلوقتي عايزين نحط مخدة جوه الكيس. استمتع بديكورك الجديد المشرق. أول ما هتشوف الأرانب دي مش هتقدر ما تبتسمش. ودي طريقة هايلة علشان تسعد أصحابك، خاصة إذا كانت الأمور في الفترة الأخيرة مملة شوية. تقدر تتخيل قد إيه يبقى لطيف إنك تنام على مخدة بيضة مملة وتصحى على واحدة تانية متغطية بالأرانب؟ طريقة هايلة عشان تصحى. الأرانب لطيفة جداً، شوفوا الديول الصغيرة. أنا عايزة المخدة دي ليا لوحدي. عموماً أوكي، هيلاقوا حل. من أهم تقاليد عيد الفصح رسم البيض. كل فرد ليه وصفته وطريقته الخاصة. طيب، جه الوقت نعمل مسابقة أجمل زخرفة للبيض. ونبدأ دلوقتي. لفكرة التصميم الأولى هتحتاج فرش ولون وقلم تحديد أسود. ارسم وش مضحك بقلم التحديد، زينه بنقط بيضة. قص ودنين من الورق والزق قرون مصنوعة من الأغصان. فرع زينة أخضر هيكمل الشكل. غزال شكله جميل. لو استعملت خيالك ممكن تحويل كل بيضة لحيوان صغير لطيف. راكون، باندا، بومة مضحكة، حديقة حيوان صغيرة في السبت. لطيف جداً. للفكرة التانية هتحتاج كيس بلاستيك وملون طعام. وما تنساش تلبس جوانتي. حط بيضة في الكيس، ضيف نقطة من اللون الأزرق والأخضر. أفرك الألوان في الكيس، وزع الصبغة على سطح البيضة. واو، شكل كأنه فضاء خارجي. نستعمل الفرشة لإضافة قطرات من اللون الأبيض. تقدر كمان ترسم نجوم. طريقة التلوين دي سهلة جداً لدرجة إنه حتى الطفل يقدر يعملها. مين عارف، يمكن بيض الفضاء اللي عملته يبقى أحلى من البيض الذهبي. عادة تبادل البيض في عيد الفصح حلوة جداً، لكن بتمنى يكون البيض شكله حلو وجديد. والأصحاب شكلهم عملوا كده، شوفي زي الباندا اللي على بلوستي. الكل بيفوز في المسابقة دي. يا ترى أنهي فكرة عجبتكم؟ بيض الفضاء ولا الحيوانات اللطيفة؟ ياريت تكتبوا لنا في التعليقات. ممكن نلون البيض، لكن ممكن برضو يبقى وجبة فطار صحية ولذيذة، شبه الشمس المشرقة مش كده؟ تقريباً جاهز، فاضل نتبله.
تقريباً قرب عيد الفصح عايز يتدخل في تحضير الفطار. قشر البيض يا ترى ناوي على إيه؟ وهي مشغولة في قلي البيض، الأرنب المشاغب حط القشر في علبة البيض ورسم أثر أقدام الفراخ على لوح التقطيع. واو، إيه ده؟ أثر الرجلين دي منين؟ وعلى القشرة؟ هو في البيت فرخة؟ أنا مش فاهمة. عيد الفصح هو يوم المعجزات، ليه ما تعملوش الخدعة دي في أصحابكم؟ ضيفوا شوية سحر لحياتهم. مين اللي وسخ السلابرز بتاعتي كده؟ ما تقلقيش، عندنا ليهم فكرة في عيد الفصح. خد شلة خيوط لونها وردي، لف الخيط على المسطرة، شيلها واربط النهايات، وقص الخيط علشان تعمل كورة بومبوم. بس كده، اعمل كذا كورة من نفس الحجم والزقها على السليبرز، زينهم بودان معمولة من السلك. ثبت عيون سودا ومناخير وردي. ايه القمر ده؟ السليبر الأرنوب ده لطيف جدا. خد منديل ورق مطبوع، اتنين نصين وخلي الطبع وشه بره، واتنين نصين تاني، وبعدين اتنين حروف، اتنين زوايا واعمل ماسة، اتنين الزوايا السفلية ناحية السنتر، اقلبها واتنين الزوايا العلوية، وصل الحروف عشان تعمل جيب. كل اللي هتعمله تبعد الودنين ويبقى أرنبك في عيد الفصح جاهز. ممكن تعمل عيلة أرانب كاملة من المناديل، وبدل المناديل المملة، ترابيزة عيد الفصح هتتزين بحيوانات صغيرة لطيفة، شكلهم ممتع واحتفالي. إيه رأيكم في فكرة تانية لزينة عيد الفصح؟ هنحتاج خرطوم بي في سي مرن وكابل أبيض. اتني الخرطوم كده ولف الكابل حواليه. دلوقتي هات فروع زينة، ثبتهم في الكابل كده. ضيف شوية أغصان توت صناعي. بيض عيد الفصح المتلون هيبقى شكله عليه حلو قوي. والريش بالذات لو كلهم كان ألوانهم من مجموعة واحدة، احنا اخترنا اللون الأخضر، لون الربيع، هيبقى عندك إكليل عيد فصح جميل جداً. نضيف شريط ستان، نربط القوس، خلاص، الديكور المشرق ده هيخلي البيت كله شكله شيك. صاحبتي حزينة جداً، حتى المكياج ما خلاهاش سعيدة. ما تزعليش يا حبيبتي، أرنب عيد الفصح هيعرف إزاي يخليكي مبسوطة. هنحتاج تقراص وسلك. نعمل ودان من السلك. دلوقتي نجيب أغصان زينة، نلف السلك حواليهم كده. ثبت الودنين والقرون في الطوب. نزين الودان السلك بقطع من الفرو الصناعي. نستعمل غيره سخن. زينوا ربطة الراس بحبل. دلوقتي ناخد شوية قش زينة وكور وغصنين. اربط الزينة دي كلها في الطوق. شوفوا الطوق حلو ازاي؟ ودان مختلفة لكل واحد. اختاروا اللي يعجبكم. شكراً أرنب عيد الفصح. الاكسسوار الحلو ده هيحسسنا بربيع منعش بجد. البيض اتلون والبيت اتزين، ايه تاني؟ بتهيالي صاحبتي حاسه بالملل، لكن ما ينفعش في عيد الفصح نحس بملل. ايه رايك في لعبه ممتعه؟ هنحتاج كور تنس وسله. انتي هترمي الكوره على جبين صاحبتك وهي عليها توقعها في السله. فكرة حلوة قوي، يلا بينا، بجد حلوة. وكمان مرة. دلوقتي نستعمل بيضة نية بدل الكورة. أوبس، أيوة، ما كانتش لعبة، كان تهريج. سوري، كانت فكرة أرنب عيد الفصح.
وللفكرة دي هات بيضة نية تانية، اكسرها وخرج الصفر والبيض. مش هتحتاج غير قشر البيض وشمعة. نقطع الشمعة بالسكينة، نكسر الشمعة ونحطه في وعاء صغير، ندوبه في الميكروويف. نحط الفتيل في نص القشرة ونصب الشمع الدايب، نستنى لحد ما يجمد. شوفوا الشمع الجميل ده، وبدل الشمع ممكن نستعمل كرتونة البيض، وتقدروا تعملوا العدد اللي انتوا عايزينه، مناسب جدا لعيد الفصح. يلا نشوف فكرة كمان لتلوين البيض. ندهن بيضة مسلوقة باللون البنفسجي، نجيب شبكة تكون ضيقة، نحط البيضة جواها. دلوقتي نجيب شوية صمغ، ندهن البيضة بالفرشة من فوق الشبكة. نجيب جلاتر ذهبي ونرش سطح البيضة بيه. دلوقتي كل اللي هنعمله نشيل الشبكة. شوفوا ازاي جميلة وبتلمع. ممكن تدوا البيض الأنيق ده لأصحابكم، هيحبوه. وللفكرة دي خد بيضة من كيندر سربرايز، نفكها، نصب مية على شوية جبس ونقلبه بعود خشب، نضيف شوية صبغة زرقاء، نقلب تاني، نصب الخليط في نص البيضة اللعبة، ندخل كرة تنس فيه. لما الخليط يجمد ممكن نشيل الكرة، نشيل الشكل الجبس من القالب، ندهن مكان الكرة بلون فضي. دلوقتي يلا نشوف النتيجة. عندكو حامل للبيض. دلوقتي ناخد بيضة مسلوقة وقطعة من الورق، نقص في الورقة شكل يونيكورن، نحطه على البيضة ونثبته بشريط لاصق، نحط غيرة شفاف ونصب عليها الجلاتر الأزرق، ونحط كمان اللون الوردي. نشيل الورقة، يونيكورن جميل ولامع ومرتاح جدا في حامل البيض ده. روعة! دي فكرة تذكار هايلة لعيد الفصح. عجبكم فيديو عيد الفصح؟ ازاي بتستعدوا لعطلة الربيع الممتعة؟ عرفونا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتنا ودوسوا على الجرس عشان ما تفوتكمش أفكار جديدة للديكور والاحتفالات من تروم تروم سيلكت.